السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول في الله ونيت ما ديستما، ونواصل مع الحلال والحرام. وفي هذه الحلقة سنتكلم عن المركبات كذلك التي تستخرج من الشحوم من الدسم الحيواني، من الدسم الحيواني ميتة وخنزير طبعا. وتكلمنا يعني عن المركبات التي تستخرج من الدم، وتكلمنا عن المركبات التي تستخرج من العظام. فالدم كله ممكن يستعمل، والعظام كذلك تطحن وتباع كذلك حساء، يهيئ منها الناس حساء العظام لأنها غنية بالكالسيوم وغنية بكذا وكذا. وهذه العظام هناك منتوج اسمه الفوسفيت، هذا يعني فوسفيت العظام، هو يباع الآن في كل الدول والناس يشترونه بدون أن يسألوا أو يتساءلوا. العظام، الجلود، الدم، الأعضاء مثل الأمعاء والكبد ومخ الخنزير وكبد الخنزير وكذلك أمعاء الخنزير التي تستخرج منها الهيبارين، وهذا يعني مزيج الفيتامينات التي يستخرج من كبد الخنزير أو كبد الميتات. ثم يعني هذه التايرويد، هذه يعني غدة ترقية للخنزير التي تستخرج منها التايرويدين. مهم، مركبات كثيرة، لائحة كثيرة يعني تكلمنا عنها، يعني لائحة. ثم اليوم نتكلم عن لائحة أخرى، ولا زالت لائحة ثالثة إن شاء الله، وننهي الموضوع المركبات ثم نمر إلى يعني أشياء أخرى، أشياء أخرى وأشياء صعبة، صعبة جدا على الفقه، صعبة على الفقه لأن علوم كونية. فهذه الدسم الحيواني تستخرج منه مادة المونوغليسرايد والديغليسرايد، وتستخرج منه الجليسيرول، وتستخرج منه كذلك مادة الليسيتين. والليسيتين الموجودة الآن في السوق، هي هناك ليسيتين حيواني أنيمال، وهناك ليسيتين نباتي، لأنه ممكن أن تستخرج كذلك من نبات، من زيوت الصويا أو زيت النخيل أو كل الزيوت فيها ليسيتين، ولكن لا تستخرج من صفار البيض لأنها غالية، لأن البيض غالي. لكن من الصويا، من زيوت النباتية ممكن تستخرج الليسيتين، وممكن تستخرج من الحيوانات، من الدسم الحيواني. وعموما الأكثر استعمال، الأكثر استعمال هي الليسيتين الحيواني، لأن الليسيتين هي الفوسفاتيدلكولين، والفوسفاتيدلكولين هو يشد المادة، يعني الصانع لا يقدر أن يستغني عن هذه المستحلبات. المونوغليسرايد والديغليسرايد والداتيم، شيء اسمه الداتيم دي أسيتيل، هذه الداتيم دي أسيتيل تارتريك أسيد، دي أسيتيل تارتريك أسيد أوف استريفايد مونوغليسرايد، هذا الداتيم. وهذه المستحلبات هي تستعمل في الخبز وفي النقانق وفي الأجبان وفي الشوكولاتة وفي البسكويتات وفي الكعكات وفي الآيس كريم وفي العلكات وفي حلويات الأطفال، وكذلك في أنواع الحليب، حليب الصويا وحليب اللوز، وهذا كذلك تستعمل. لماذا؟ لأن هذه مستحلبات ولا يستغني عنها الصانع، لا يقدر، لا يمكن. يعني هذه الأشياء تدخل مثلا جيلاتين، مادة الجيلاتين، لا يمكن الصانع أن يصنع حلويات الأطفال بدون جيلاتين، لا يمكن يعني هذا. فهذه الليسيتين، مادة الليسيتين والمونوغليسرايد والديغليسرايد والداتيم، لا ستجدونها يعني لما تقرأوا هذه المعلومات على التعليم، ستجدونها في جل المواد المصنعة، لا يمكن الصانع أن يصنع هذه الأشياء بدون هذه المستحلبات. والغريب أن الخبائز والخبز، الخبائز والخبز وحتى هذه حلويات القشدة وحلويات هذه التي يعني تباع في المخبزات وفي هذا، هذه كذلك يستعملون فيها الليسيتين حسب قانون البلدان وحسب يعني ليس الخبز مثلا في بلداننا لا نضيف له هذه الأشياء، لكن في أوروبا وأمريكا يعني 11 مكون تضاف للخبز، وليس الخبز والخبائز، يعني عندهم أنواع كثيرة، الخبز والخبائز. لكن في بلداننا تضاف 3 أو 4 أشياء، أنزيمات وبعض المقويات للدقيق لكي يتخمر بسرعة فقط. فالمهم نحن يجب أن نعلم المنتوجات التي ممكن أن تستعمل، يعني محتمل، احتمال كبير أن تستعمل، يعني هذا شرع، هذا حلال وحرام ليس فيه يعني. فهذه المركبات التي تستخرج من الدسم، لا ننسى أن دسم الخنزير هو دسم رخيص، وهو يستعمل كله، يستعمل كله لتهيئ هذه الحلويات والبسكويتات والرقائق البطاطس وهذه المسائل، هذه هي تطهى في شحم الخنزير وليس زيوت،
يستعمل شحوم الخنزير الماء يهيئ هذه التركيب الصانع الماء يهيئ هذه المسائل هذه، فهي تدهن بهذه بشحم الخنزير. لماذا؟ لأن شحم الخنزير كيرطب المادة كيجعلها يعني نتكلم عن التكستشر عن الشكل هذا يعني تصبح جيدة. فحتى المواد هناك مواد غذائية، عندنا أنواع من رقائق البطاطس في المغرب مخبوزة في شحم الخنزير، والناس كيشموا ريحة شحم الخنزير، ولما يعني تذوقوا مذاق شحم الخنزير الناس يحسون به ويعلمونه ويشترونها لأطفالهم، وهي تباع يعني بكثرة والأطفال كلهم يستهلكونها. المقانق كذلك، حتى الشوكولاتة كذلك تدخل فيها هذه مادة الليسيتين، الليسيتين والجيلاتين، هذه الاثنين دائما يعني تستعمل. المونوغليسرايد والديغليسرايد هذا حديث ولا حرج. الجليسرول كذلك، الجليسرول كذلك يستعمل يعني بكثرة. وهذه اللائحة، هذه لائحة المركبات المضافات الغذائية التي تستخرج من الدسم هي تستعمل أكثر من المركبات الأخرى. أنا تكلمت عن البوفين سيروم ألبيومين، هو مستحلب يستخرج من الدهن، ربما يكون أرخص من الليسيتين، الصانع يشتري الرخيص. إذا كانت الليسيتين في بلد ما الليسيتين أرخص من البوفين سيروم ألبيومين، هذه البي اس اي التي تستخرج من دماء ميتة والخنزير، فالصانع يستهلك الليسيتين. إذا كانت البي اس اي أرخص فهو يستعمل بي اس اي، وجل الصناع يفضلون البي اس اي البوفين سيروم ألبيومين لأنه مستحلب رطب وجميل ويعطي كذلك نكهة للمنتوج، ليس مثل الليسيتين. فعموما هذه المركبات يجب أن نكون على علم بها، وأنا لا أحب أن أعطي هذا الكود E320 ولا E120 ولا حاجة، هذا يجب أن نعلم المركبات هي باسمها وليس هذا الكود. هذا يخفي حقيقة المنتوج. يجب أن تدخل جوجل لتكتب E120 ما هي، يعني يقول لك ملون الكوشنيل، ولا تعطيك يعني مثلا 422 ما هي، تعطيك هي الليسيتين. لا، يجب أن الليسيتين هكذا باسمها. الصانع في كثير من الأحيان يكتب الكود، يكتب الشفرة هذه E320 لأنه عنده قانون يقول لك أنا كتبت المضافات هاي، يعني تأخذ الـ E320 وتدخل جوجل ثم تقرأ، يعني ماشي في جوجل ستجد بأنها ممكن تكون حيوانية ممكن تكون نباتية، جوجل يعني تجد فيه معلومات. إذا كانت ممكن تكون حيوانية ولو كانت نباتية فالمنتوج مشكوك فيه، يعني ولذلك لاحظوا هذا النباتيون لا يقبلون أثر الحيوان في المنتوجات، ممنوع ممنوع ولو كان دواء. فنحن يعني هاد المسلمين هادو يبلعون، لا يتحرون حلال ولا شيء، يبلعون ويأكلون كثير، يأكلوا كثير. حتى القوم الذي يأكل بكثرة في العالم هم المسلمون. حتى في أوروبا كانوا اللي كنا يعني في فرنسا وفي بلجيكا وفي إسبانيا، هادو الأوروبيين دائما ينظرون إلى مشتريات المسلمين، دائما هذا المسلم خارج يعني بطن من الاكل من السوبر ماركت. يعني المسلمين الان في العالم هم الذين يبلعون بكثره، هم الذين يملؤون بطونهم، اصبحوا براميل تملا، يعني لا اله الا الله. هذا الدين الذي يوصينا بعدم الاسراف وبعدم التبذير، ويوصينا بان أصبح أصحابهم الذين الآن يملؤون البطون، يعني بطون نشتوا البطون، يعني ناس يعني يأكلون كثير، مسلمين يأكلون كثير. وفي الأخير تكلم لك عن العبادة. فهذه المركبات الحرام تكلمنا عن مركبات التي تستخرج من الدم، من الجلد، من العظام، من الأعضاء، من الصوف، هذه من الدسم، هذه كمان هناك يعني ربما حلقة الخميس إن شاء الله سنتكلم عن الحمضيات الأمينية. الحمضيات الأمينية تباع في الصيدليات بكثرة، تباع في الصيدليات، يعني تقريبا 18 حمض أميني كلها تباع في الصيدليات. بعض المكونات من الأصل الحيواني هي من الخنزير،
تضاف إلى المشروبات المقوي، مشروبات هذه المشروبات هذه الجديدة الانرجايزين درينكس، الانرجايزين درينكس هذه المشروبات المنشطة، هذه الانرجايزين درينكس الآن يستهلكها الناس بكثرة، وإخواننا في بلدان الخليج شباب يشرب بكثرة هذه الانرجايزين درينكس هذه بكثرة بكثرة بكثرة، وهي تحتوي على مركبات من الخنزير، ومن المستحيل أن تكون حلال. هي سنتكلم إن شاء الله في حلقة الخميس عن المركبات التي تستعمل في هذه الانرجايزين درينكس، ولحتى الناس ممكن أن يقوموا هم بأنفسهم ببحث. نحن يسهل علينا البحث لأننا نعرف أسماء المكونات وكيف نبحث، ربما شخص لا يعرف كيف يبحث، نعم صحيح، لكن لما اسم الجزيئة اسم المركب يكون مكتوب على التعليب، يعني دخلوا الجوجل باللغة التي تتقن، دخلوا الجوجل وقرأ، قرأ من الأصل منين ومن أين يستخرج، وصينا أكتب بالأنجليزية ولا بالفرنسية ولا بالإسبانية ولا بالألمانية، أكتب يعني كيف ينتج صناعيا. مثلا عندك مكون الفينيل ألانين، اكتب عليه الفينيل ألانين كيف يصنع، ربما جوجل يعطيك أشياء الأبحاث العلمية الجسم كيف يعني يفرزها الجسم، لكن لا كيف يصنع كيف ينتج صناعيا اندستري، هنا جوجل يعطيك معلومة ممكن الناس يبحثوهم بأنفسهم. نحن نحاول أن نناقش ونؤطر يعني هذه المعلومات فقط. الحمد لله يعني هذا مجهود كبير، أنتم عندكم اللائحة، الآن عندكم اللائحة، عندكم السميات، لأن جزيئات الدسمة هي هو تريغليسرايد، وهذا التريغليسرايد يقطعوا واحد الحمض دهني يصبح ديغليسرايد في اثنين، ولا يقطعوا اثنين يسمى المونوغليسرايد، والمونوغليسرايد يستعمل أكثر من الباقي من الديغليسرايد ومن الجليسرول، يستعمل لماذا؟ لأن المونوغليسرايد وأخف من الديغليسرايد، وهو يذيب هذا الدسم بسرعة. هذه ثم يعني هذه ليست صناعة، هذه فقط الحمضيات الدهنية تقطع يعني ونحصل على يعني هذه منتوجات ليست غالية، يعني ليست مكلفة في الصناعة، صناعتها سهلة، يعني إنتاج سهل بسيط، ونحصل على المركب يعني بمردودية عالية. مركبات هذه الدسم مونوغليسرايد والديغليسرايد، ثم هذا الجليسرول، ثم الداتين، هذا الداتين، ثم الليسيتين كذلك. هناك فيتامينات تكون دائبة في الدسم، لا تدوب إلا في الدسم، منها الفيتامين إي توكوفيرول، وهذا التوكوفيرول لا يوجد عند الحيوان، التوكوفيرول يوجد عند النبات، جميع الزيوت النباتية فيها التوكوفيرول هذا. ثم هناك مركبات يعني أخرى مثل الفوسفوليبيدز، وكين مركبات تستخرج من هذا من الزيوت، وكذلك تستخرج يعني من الدسم. فهذا الدسم يهيئ على أنواع، إخواننا في أوروبا في أمريكا كيعرفوا هذا الساندو، كيعرفوا اللار، كيعرفوا المسائل التي تستخرج من دسم الخنزير، كيعرفوها ومع ذلك يستهلكون. هذه تستعمل دائما في المطاعم وفي المطابخ، وتستعمل في الصناعة، لأن الصانع ما لا يستعمل زيت لكي يهيئ هذه البسكويت وكعكة أو شيء أو قشلة أو شيء، يستعمل هذا الساندو، يستعمل لار وهذا في يعني لأنه يستعمل كمية قليلة ويدوب مع هذا، ثم يستعمل المستحلب، ثم يتجانس هذا الخليط، يتجانس يدوب يتناسك جيد، ثم يعني الفرن وتعليب ويبيع للناس. ومنتوجات الأطفال مع الأسف الشديد، أنا يعني إحصائيات اللي عندي 91% من منتوجات الأطفال كلها فيها مركبات حرام. فبعض النساء بعض الأخوات كانوا طرحوا السؤال، لأنهم ليس طفلها هو المدمن على الشوكولا، لا، الأم هي اللي مدمنة على الشوكولا، بعض النساء مدمنات على الشوكولا، فلأن المرأة لا تعلم بأن فيها حرام. ويعني طبعا
لاحظوا أن لما يكون إدمان دائما، لما يكون إدمان على المادة فيجب أن تشكوا فيها، فيها مركبات تصل إلى الجهاز العصبي وتجعل الشخص يكون مدمن عليها. ولذلك السؤال دائما، لأن السؤال هو الذي يقهر الكهنوت، السؤال يقهر الكهنوت، يحطم الكهنوت العجين. فلماذا حرم الله الميتة؟ ما لا أدري بأن هناك من يقدر على الجواب في الكهنوت من شرق الكرة الأرضية إلى غربها. لماذا حرم الله الميتة؟ ولماذا حرم الله الدم؟ ولماذا حرم الله الخنزير؟ لماذا حرم الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء؟ لماذا؟ هناك من سيقول لا نحن لا نسأل، يعني حرمها الله. لا سيدي، نسأل. لماذا لا نسأل؟ نطرح السؤال، الله سبحانه وتعالى أتانا عقلي يريد منا أن نسأل، ويعني ولما نسأل ونصل إلى الحقيقة بالعكس سنطبق شرع الله. لما نفهم ونصل إلى الحقيقة سنحرم الخنزير، لما نعلم لماذا حرمه الله سنحرمه. وليس هكذا حرم تيولوجيا اللي كانت في الشرائع اللي مقبل منها في المسيحية واليهودية، فيها تيولوجيا لا تسأل. لكن احنا ما عندناش تيولوجيا، احنا عندنا البرهان، احنا عندنا السؤال، عندنا البروف. إذا سأل نعم تسأل، لأنك علة. العلة فأين هي هذه العلة؟ من يقدر على معرفة العلة في الميتة والدم والخنزير؟ من هم مهندسو الصناعات الغذائية ولا حتى البياطرة لا يعرفون هذه العلة. مهندسو الصناعات الغذائية هم الذين يعلمون العلة من التحريم، ولا الأطباء ولا الصيادلة ولا أي أحد. لماذا حرم الله الميتة؟ أنا طرحت سؤال، لماذا حرم الله علي الدم؟ لماذا حرم الله علي الخنزير؟ يجب أن أعلم لماذا. وهذه الأسئلة يعني إن شاء الله لما ننهي هذه المركبات، لازال لنا الحمضيات الأمينية، بقينا لازال الحمضيات الأمينية، ونكون كملنا المواد الغذائية، وتبقى الأشربة، يبقى الخمر. سندخل إلى الفلسفة يعني من بابها الواسع. الخمر في 4 آيات، 2 فيهم سكر و2 فيهم خمر. 4 الآيات، 2 فيهم سكر و2 فيهم خمر. ثم يعني سنناقش الأمور بهدوء، نناقش بهدوء ونستفيد ونتدبر هذا القرآن. إن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا وأتنا عقل، أتنا عقل وأنزل قرآن، يجب أن نتدبره. أعيد عودخ استمزغت علي، استمزغت تقبيلي التاريفيت ماشي مشكل، يعني الله أتنا عقل. نعم، والله سبحانه وتعالى يعني لما يؤتينا عقل يجب أن نستعمله، وليس يؤتيك عقل ثم لا تستعمله، يمكن. فبما أن الله سبحانه وتعالى أتانا عقل يجب أن نستخدمه، يعني نستخدمه، نستخدمه لنتدبر. الله أعطانا عقل وأنزل قرآن، أتانا عقل وأنزل قرآن، لما نعود أتانا عقلا وأنزل علينا قرآنا لنفهمه بالعقل، لنفهمه بالعقل. وكل الناس يفهمون القرآن، فقط أن يقرأوا القرآن ويتدبروه وأن يتبعوا الكلمة في القرآن. لذلك لما بعض الإخوة سألوا بأن لماذا تقول يا جوج ما جوج ليست مخلوقات، هنا تتبع السياق، أنا ما قلت لا مخلوقات ولا مخلوقات، أنا فقط يعني المنطق في القرآن، المنطق. لا يمكن القرآن يتناقض مع المنطق. يا عباد الله، في آية يقول قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، الناس فهموها مخلوقات. نعم، في آية أخرى حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، فتحت ياجوج ليست مخلوقات. إلا أن نفهم شيء آخر، لكن ليس هناك ترادف في القرآن، ياجوج ماجوج وماجوج ماجوج. فأنا الإخوان نقول لهم ما تسرعوش وما تمشيوش بعيد وما تأولوش القرآن،
بقاو في القرآن، ما تمشيوش بعيد. كاين بعض الإخوة في البلدان الشرقية يذهبون بعيد، واحد جبد لي يمشي بخطوطات قديمة وبدا تيقول لهم راه ماشي الصلاة راه الصالوت، وبدا كيقرا القرآن بواحد القراءة لا حول ولا قوة إلا بالله. ابتعدوا من هذاك السيد، هذاك اللي كيوريكم خطوطات قديمة وتيقول لكم هانتوا شوف كيفاش مكتوبة وشوف كيفاش تقراوها. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بالقرآن، قرأه على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه على الناس ورآه بعينه كيف يكتب وحيا وروحا، ويعني وجبريل عليه السلام معه. أن جبريل هو المكلف الأمين، جبريل هو الأمين على الرسالة، هو المكلف بالوحي هذا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، على مكت لتقرأه على الناس، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لا يمكن أن الناس، الرسول قرأ القرآن على الناس، قرأه على الناس نقطة. قاش واحد يقول لي لا راه عندها 3 نقطات ولا راه عندها نقطة ولا ما عندهاش الأليف، راه تقرا هكا ولا تقرا هكا ولا. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن، إنما مبنى الكلمة لا يغير النطق. الصلاة تكتب بالألف وتكتب بالألف فوق الواو، لكن تنطق الصلاة وليس الصالوت. ناس ما تأولوش القرآن، الله يجزيكم بخير، ما تأولوش القرآن وما تمشيوش بعيد. راه الله خاطبنا بلغة نفهمها، هي ليست اللغة العربية، لغة القرآن. ليست اللغة العربية، لغة القرآن. قواعد لغة القرآن ليست هي قواعد اللغة العربية. الإعراب في اللغة العربية، في قواعد اللغة عند العرب، ليس هو الإعراب في القرآن. لنكونوا يعني باش يعني لكي تفهموا، لا يمكن القرآن أن يأتي بنحو الشعر، شعر جاهلي. القرآن جاء بنحو خاص به، بلغة خاصة، بنسق خاص به. إلا شي واحد يعني ما يريد أن يفهم القرآن، هناك أشياء لم تكن في اللغة من قبل، جاءت في القرآن. إعراب المنادى، المنادى عند النحويين هو بالياء وهو بالأليف وهو بهذا، حروف النداء، ويا إلى آخره. ولكن جاء النداء بدون حروف النداء في القرآن، اللهم اللهم، راه نداء ما عندهاش حرف نداء. لذلك الشباب يعني لما تقرأوا القرآن فحاولوا ما أمكن ما لا تذهبوا بعيد، ولا تأخذوا القرآن يعني بالعجلة يعني بهدوء. تقرأ السياقات، سياقات متختلفة في الآيات، ولذلك الله فرقها في السور لكي تبحث عنها. هذا هو الترتيل. الخمر تكلم عنه الله في سورة المائدة، في سورة النحل، وفي سورة البقرة، وفي سورة النساء. الشباب 4 سور تكلم الله عن الخمر. يجب أن تجمع الآيات الأربعة في السياقات، في سورة النساء وفي سورة المائدة وفي سورة يعني هذا البقرة وفي سورة النحل. تأتي بالأربعة وتنظر السياق، ثم يعني عن ماذا يتكلم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الترتيل، ترتب القرآن حسب الموضوع. هذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا، كان يجلس ويقرأ القرآن وينظمه ويرتبه ويرتله لكي يبينه للناس، وليس يقرأه. قالك واحد السيد كيرتل القرآن، كيقرأ مزيان، يا ودي الله يهديكم، راه الكهانوت تقتلكم. ترتيل القرآن وجمعه وترتيبه وفهمه، هذا هو ترتيل القرآن. لأن الله تكلم على قوم نوح في كم من سورة، تكلم على الخمر قلت 4 سور، تكلم على الصلاة في كم من سورة، تقريبا كل السور فيهم الصلاة. تكلم، هذا هو الترتيل. لما تجمع الآيات التي تتكلم عن نفس الموضوع، هذا هو الترتيل. السؤال اللي طرحته هو: لماذا حرم الله الميتة؟ لماذا حرم الله الدم؟ لماذا حرم الله الخنزير؟ إن شاء الله هذه هي الأسئلة التي إن شاء الله الحلقة المقبلة نتكلم عن الحمضيات الأمينية. كاين بروتينات وكاين بيبتيدات وكاين حمضيات أمينية، لائحة كبيرة جدا، كثيرة جدا. ثم يعني نحاول نجي نحاول نناقش هذه الأسئلة ما أمكن، ثم نمر إلى الخمر إن شاء الله، وسنرى ما الفرق بين الخمر كمشروب
الخمر كحالة سكر، الخمر كإدمان. شباب فكر في هذه المواضيع، نناقش جميعا ونبحث جميعا. ولذلك كان أربعة الآيات، كان الخمر هو كشراب هكذا كشراب، وكان الخمر لما يصيب الجهاز العصبي يعني حالة السكر، كاين الخمر كشرب وكاين حالة السكر وكاين الإدمان. أنك لست سكران لكن الإدمان، ها كيوصل عليك وقت لازم تشرب خمر. كاين ثلاث مواضيع في الخمر، الخمر هو بذاته، الخمر وفاعليته ماذا يفعل في الجسم، أثره على الجسم، ثم أثره على السيكولوجيا الإدمان. إن شاء الله هذه المواضيع سنناقشها إن شاء الله، ونبهدلوا شوية هذا الكهنوت، سنبهدل الكهنوت صدقوني، سنبهدل الكهنوت. هذه كنعرف الشرع، ما هو الشرع، كلمة الشرع ما هي، ما هو الشرع، ما هو الشرع. عندنا كتاب، ما هو الشرع، هذا هو الشرع، وهذا فلا يتفضل عنه أحد، هذا هو الشرع كله، هذا هو الشرع، هذا هو مفاريد الإسلام، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو كل شيء. لماذا يبحث الناس خارج هذا الكتاب؟ لماذا؟ فإن أن نبحث داخل هذا الكتاب. فإن شاء الله ربما أطلت عليكم أستسمع. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.